اهلا بيكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. توداي ان شاء الله هناخد ليسونز 11 اند 12 اللي بعنوان الثاوزنز. الدرس بتاعنا النهارده يا اولاد من الدروس المهمه جدا واللي لازم تكون فاهمها كويس علشان السنه الجايه عندك درس زيه بالظبط. دروس كتير هتبقى شكل الليسون ده. فلو فهمتوا معايا الليسون ده كويس هتلاقوا بعد كده قدام الليسونز بقت اسهل. طيب نبدا مع بعضينا الليسون وهنراجع. احنا عارفين ان الوان لما بنيجي نعبر عنه بنعبر عنه بوان سينج، حاجه واحده بس. ده كده المنظر ده اسمه وان. لو جبت منه 10 يونتس يعني عملنا كاونتنج لحد 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، دول بنسميهم ايه؟ بنسميهم 10 وانز، يعني 10 من الايه؟ من الوان بيس اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها وان. يبقى تاخدوا بالكم بنسميها 10 وانز وتاخدوا بالكم من الايه؟ من الاس دي. يعني ايه الاس دي؟ يعني عندي 10 جروبز من الايه؟ من اليونت اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها 1 دي. طيب دول لما بيجي يتجمعوا بيتجمعوا في ايه؟ بيتجمعوا في المنظر ده. المنظر ده بنسميه ايه؟ 110. يعني ده كده بنسميه الايه؟ ال 10. وكل واحده من دي بنسميها 1. دي كده 110 ودي كده 10 وانز، وناخد بالنا من الاس دي. وكنا قلنا لو خدنا ال 110 دي وكررنا منها 10 جروبز هنسميهم ايه؟ هنسميهم 100. يعملوا الشكل ايه؟ الشكل ده. الشكل ده لما تيجي تعد اللي فيه يطلع 100. طب المجموعه المتفرطه دي بنسميها ايه؟ بنسميها 10 تنس. ناخد بالنا من الاس، يعني ايه؟ يعني 10 جروبز من الايه؟ من ال 110 دي. 110 كده دي اللي هي 110 دي. لما ناخد منها 10 جروبز يديني 10 تنس، نحط الاس كده. طيب بعد ما كوننا ال 100، ال 100 ده لو خدنا منه 10 يونتس يعمل لي ايه؟ يعمل لي حاجه كبيره اسمها ال 1000. احنا خدنا الكلام ده قبل كده. طب ال 1000 دي بنقول عليها ايه في المنظر ده؟ بنقول عليها 10 هندردز. خد بالك من الاس، يعني ال هندردز ديت اللي هو ال 100 ده كده 100. لو خدنا منه 10 جروبز يديني 1000. يبقى لما تيجي تشوف 1000 ممكن اقول عليها 10 هندردز. او ايه كمان؟ لو احنا عدينا بقى اللي بالطول دول، اللي بالطول ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه 110. لما نيجي نعدهم في ال 1000 يطلعوا 100، يبقى 100 تنس. او ايه كمان؟ ال 1000 كم واحد من اليونتس الصغيره دي؟ كم واحد منه؟ 100 ونز. خد بالك من ايه؟ من الاس دي. يبقى انا لما شفت الاس دي انا عايز اقول لك عدد الجروبز اللي موجوده في النمبر ده من هذه اليونت. طيب تعالوا مع بعضنا نشوف اللي تشيك ديت، ودي هتوضح لنا حاجات كتير. نيجي نشوف الكومبليت. هنا بيقول لي 3000 فيهم كام 1000؟ نعمل ايه في المسائل اللي زي دي؟ انت انا شايف كلمه 1000، ال 1000 فيها كام زيرو؟ فيها 3 زيروز، يبقى نريموف 3 ايه؟ 3 زيروز. يبقى ال 3000 فيهم كام 1000؟ فيهم ايه؟ فيهم 3. طيب هنا ايه من اليونتس اللي فيه 700 تنس؟ تنس دي يعني ايه؟ جروبز من الشكل اللي اسمه 110. يبقى هنا نزود زيرو، يبقى نعمل كده ايه؟ ادي ال 700 بيقول لي 10، يبقى نزود ايه؟ زيرو. طيب نيجي نشوف هنا 4000، 4 ايه؟ 4000 ايكوال كام تنس؟ دي نعملها ازاي؟ اولا نفك دي 4000، ال 1000 3 زيروز، يبقى احط هنا 4 وجنبي ايه؟ 3 زيروز. فيهم كام جروبز اوف تنس؟ التنس دي اللي هي الايه؟ اللي هي المنظر اللي احنا شفناه كده ده اللي فيه 10 اللي كنا بنسميه 110. ال 4000 دول فيهم قد ايه من الجروب اللي اسمه 110؟ يعني فيهم كام تنس؟ نشيل زيرو على طول، يبقى فيها ايه؟ 400 تنس. طيب هنا 5000 فيهم كام جروبز من ال 1000؟ نشيل 3 زيروز، يبقى فيها 5 جروبز اوف 1000. طيب هنا 2000 فيهم كام جروبز من ال 10؟ من اللي هم ال 110. نعمل ايه؟ نشيل ايه؟ نشيل 01. ليه؟ عشان بيقول لي تنس. يبقى هنا يبقى فيها 200 تنس. 600 تنس
فيهم كم جروبز من ال 100 نفك ال 600 تنس 600 تنس يعني كده 600 ونزود هنا ايه زيرو. طيب هنا بيقول لي hundreds يبقى هنريموف تو زيروز يبقى 60 hundreds او 60 جروب من ال 100. طيب هنا ايه اللي بيكوال معايا 6000s؟ thousands يعني نضيف 3 زيروز يبقى 6 ايه وجنبيها 3 زيروز. طيب هنا 1000 في قد ايه من ال ones؟ خد بالك بقى هنا ال ones اللي هي اليونتس العاديه ال ones اللي هي 1 يعني ال 1000 ده في كام 1؟ يبقى مش هيحصل اي تغيير يبقى ايه يبقى 1000 برضه. 20 hundreds في قد ايه من ال thousands؟ 20 نكتبها زي ما هي وال hundreds يعني نضيف 2 zeros تبقى كام؟ تبقى 2000. ال 2000 فيهم قد ايه من الجروبز بتاعت ال 1000؟ نشيل 3 zeros يبقى فيها ايه يبقى فيها 2. هنا 8000 ones فيهم قد ايه؟ فيهم برضو 8000 لان الوانز دي عباره عن الايه 1 يونت. تعالوا مع بعضينا نشوف الليرنينج بوينت. الليرنينج بوينت بعنوان البليز فالي. عايزين نعرف ما معنى كلمه البليز فالي. في عندي هنا وورد مهمه جدا اللي هي وورد اللي هي البليس. بليس يعني ايه؟ بليس يعني مكان. وفاليو يعني ايه؟ يعني قيمه. يعني عايزين نعرف المكان بتاع الديجيت القيمه بتاعته كام. طيب نيجي نبص للنمبر ده 2439. النمبر ده فيه كام ديجيت؟ في 1 2 3 اند 4. يبقى احنا لازم اول حاجه نعرفها ايه هي؟ ان النمبر متكون من مجموعه من الديجيتس كل ديجيت منهم ليه بليس قاعد فيه. كل ديجيت ليه ايه؟ ليه بليس. طيب تعالوا نبص مع بعضينا كده. احنا متعودين ان البليسز كنا بناخدها من الرايت. نبدا بالرايت. ال9 دي البليس اللي هي قاعده فيه اسمه ايه؟ اسمه الوانز. طيب ال3 البليس بتاعها اسمه ايه؟ اسمه التنس. وال4 البليس اسمه الهندردز. وال2 البليس اللي هي قاعده فيه اسمه ايه؟ اسمه الثاوزندز. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان البليس اللي اسمه الوانز اي حاجه تخش في البليس ده وتقعد فيه لما نيجي نعدها نعدها بالوانز. طيب البليس اللي اسمه التنس لو حطينا فيه 3 نقصد ايه؟ نقصد 3 من الجروب اللي اسمها تنس اللي هو الكولوم الطويل اللي احنا قلنا اسمه تنس. طب والفور لو قعدت في الهندردز تبقى القيمه بتاعتها كام او الفاليو بتاعتها كام؟ تبقى الفاليو بتاعتها 400. طيب الثاوزندز لو حطينا 2 في البليس اللي اسمه ثاوزند تبقى الفاليو بتاعتها كام؟ تبقى الفاليو بتاعتها 2000. يبقى انا الجزئيه دي انا عايزك تعرف منها ايه؟ ان انا عندي بليسز كل بليس ليه اسم. البليس بيدي فاليو على حسب الاسم بتاعه. يعني البليس اللي اسمه تنس يدي فاليو بالتنس. البليس اللي اسمه هندردز يدي فاليو بالهندردز. اوكي؟ طيب تعالوا نوضحها كده بالايه؟ بالدايجرام ده. يعني الناين لما تتحط هنا احنا نقصد ايه؟ نقصد 9 من اليونتس الصغيره دي. طيب التنس لما نحط فيها 3 نقصد ايه؟ نقصد 30. يعني بص نعد من دول كده نلاقيهم 30 سكوير ايه صغير. طب ال 100 لما احط فيها 4 اهي 400 4 جروبز من اليونت اللي اسمها 100. طب ال 1000 لما كان فيها 2 من الكبار ده كده 1000 وده نظر ايه 1000. يبقى الحته دي مهمه جدا لان هيجي يسالني ويقول لي ايه هي البليس فاليو. لو قال لي كلمة بليس فاليو انت سمعت كلمة ايه؟ بليس. يبقى لما تيجي نجاوب نجاوب بالوردز اقول ones او tens او hundreds او thousands. لكن لو قال لي فاليو هكتب النمبر. في عندي مجموعة صور لازم نعرفها ونعرف اسمها ايه. النمبر بتاعي لما باجي اكتبه بنكتبه في صورة اسمها الستاندرد فورم او الصورة اللي انت عارفها اللي احنا كلنا عارفينها الستاندرد اللي كل الناس عارفاها. طيب الستاندرد فورم دي انا ممكن احولها لصوره تانية اسمها الاكسباندد فورم. يعني ايه كلمه اكسباندد؟ اكسباندد يعني مفكوك او الفكه بتاعه الايه الستاندرد فورم. طب الاكسباندد فورم عباره عن ايه؟ كل بليس هشوف النمبر اللي موجود فيه الفاليو بتاعته كام.
خد بالك من كلامي، بقول الفاليو بتاعته كام. يعني الناين لما اتحطت في البليس اللي اسمه وانز الفاليو بتاعتها بكام؟ ب9. التنس لما اتحط فيها 3 الفاليو بتاعت الـ3 بكام؟ ب30. طيب الفور لما اتحطت في البليس اللي اسمه هاندردز الفاليو بتاعتها بكام؟ 400. طيب الـ2 لما اتحطت في البليس اللي اسمه ثاوزند الفاليو بتاعتها بكام؟ 2000. يبقى الاكسباندد 4 كل واحده من دي بنفكها للفاليو بتاعتها، الـ2 2000، الـ4 400، الـ3 30، والـ9 9. لما نيجي بقى ننطقها نقول ايه؟ 2000 400 and 30 ايه؟ 39. نيجي نشوف التشيك بوينت دي، بيقول لي كومبليت، عندي نمبر وعندي مجموعه بليسز. اول 3 بليسز دول طبعا احنا عارفينهم اللي هم المشهورين قوي اللي احنا بنسميها اليونتس بيريود، او المجموعه اللي بتعبر عن اليونتس. بتبدا اول بليس فيها اسمه الوانز، لازم نعرف الكلام ده. اول بليس عندي اسمه ايه؟ اسمه الوانز. البليس اللي بعديه التنس، البليس اللي بعديه الهندردز، البليس اللي بعديه الثاوزندز. طيب النمبر ده لما اجي احط بقى كل ديجيت من دول في البليس بتاعه، مين قاعد فين؟ الديجيت اللي اسمه 9 قاعد في اني بليس؟ قاعد في البليس اللي اسمه وانز. طيب الديجيت اللي اسمه 3 قاعد في اني بليس؟ تاني بليس على طول اللي هو اسمه ايه؟ اسمه تنس. طب الديجيت اللي اسمه 8 قاعد في انهي بليس؟ في الهندردز. طب وال5 الثاوزندز. ناخد بالنا ان افتر 3 ديجيتس بنحط ايه؟ بنحط كوما كده عشان عينينا تلمح ان دول كده خلاص خلصوا، هيبدا معايا الايه؟ الثاوزندز. اوكي؟ طيب تعالوا نكتب مع بعضينا الاكسباندد فورم ديت. هنا الثاوزندز فيها كام؟ فيها 7، والهندردز فيها 2، وهنا في 5، وهنا في ايه؟ 6. سهل قوي. هنا الثاوزندز فيها كام؟ فيها 2. الهندردز فيها قد ايه؟ فيها 1. التنس فيها قد ايه؟ فيها 0، نكتب 0. طيب ال 3 هنا موجوده فين؟ موجوده في الوانز. نيجي نشوف هنا ال 4 4000 3 في الهندردز. ال 6 الديجيت اللي اسمه 6 قاعد فين؟ قاعد في التنس. طب الديجيت اللي اسمه 0 ده قاعد فين؟ قاعد في الوانز. طب نيجي هنا 5018، ال 5 دي في الثاوزندز نكتبها هنا. الهندردز ما فيهاش حاجه نحط 0. ال 1 قاعد في التنس، وال 8 في الوانز. الجزئيه دي مهمه جدا جدا، لازم نعرف ان انا عندي في حاجه اسمها البليسز. البليسز ليها اسماء. لما يقول لك عايز البليس فاليو يعني قول لي الاسم بتاع البليس. تعالوا مع بعضنا نشوف البراكتس. يقول لي رايت ان ستاندرد فورم، يعني اكتب الصوره اللي احنا عارفينها. طيب معنى كده هو مديها لنا في ايه؟ مديها لنا في الاكسباندد فورم، يعني الصوره المتفككه. متفككه لايه؟ متفككه لبليس فاليوز. يعني هنا الفور دي لوحدها تتكتب فين؟ تتكتب في اليونتس، يبقى انا عندي هنا 4. طب ال 30 دي يعني كام تنس؟ 3 تنس. طيب ال 600 يعني ايه؟ يعني 6 موجوده في ال 100 بليس. فين ال 100 بليس؟ اللي هو الثيرد بليس، يبقى نحط هنا 6. طيب ال 2000، 2000 يعني ايه؟ يعني 2 موجوده في ال 1000 بليس اللي هو ايه؟ اللي هو ده. تمام؟ يبقى المسائل دي لما نيجي نعملها نبدا بالحاجات الصغيره باليونتس نحطها في اليونتس بليس، واللي انا شايفه تنس احطه في التنس بليس، واللي انا شايفه 100 احطه في ال 100 بليس. يعني هنا ال 3 دي ايه؟ يونت، اتحط في اليونت. ال 90 دي عباره عن ايه؟ يعني 9 تنس، يبقى ال 9 تتحط فين؟ في التنس. 500 تبقى 5 هنا كده. 4000 نحط ال 4 في ال 1000 بليس. طيب نيجي هنا، هو هنا ملخبطهم لي بس احنا مش هنتلخبط. نيجي نبص اليونتس عندي فيها كام؟ فيها 1، يبقى نحط 1. هنا التنس فيها كام؟ عندي 20، يعني عباره عن 2 في التنس بليس. طيب انتوا هنا شايفين اي هاندردز؟ مفيش. هنا كان في 500 600، هنا مفيش اي حاجه في الهاندردز. طيب يبقى هنسيب البليس بتاع الهاندردز فاضي؟ لا، ما ينفعش نسيبه فاضي. امال نعمل ايه؟ نحط فيه 0. يبقى البليس اللي مش هتلاقي فيه اي فاليوز لازم احط فيه 0. طيب عندي بعد كده ايه؟ 6000، يبقى نحط هنا ايه؟
قضينا 6. طبعا سهل قوي. طيب نبص هنا، في عندي يونتس، مفيش يونتس، طب اعمل ايه في البليس؟ طالما مفيش في حاجه احطه فيه، لا نحط 0. طيب ال 50 يعني ايه 50؟ يعني 5 تنس، يعني 5 في التنس بليس. 600 يعني ايه؟ يعني 6 في الهندردز بليس. 7000 يعني ايه؟ يعني 7 في الثاوزندز بليس. طبعا حاجات جميله وسهله. طب نبص هنا الاقي 900 وايه و1000، يبقى فين اليونتس وفين التنس؟ مفيش. طب مفيش دي يعني اعمل ايه في البليس؟ نحط 0 في اليونتس و0 في التنس. طب وهنا نحط 9 وبعد كده ال1000 نحط ايه؟ نحط 1. نيجي نكمل دول، ال1 نحطها هنا اهو، بعد كده 7، بعد كده 8، بعد كده 6، هنا 9، التنس مش موجوده نحط 0، 3 اند 3. هنا مفيش عندي يونتس يبقى نحط 0. التنس عندي كام 10؟ عندي واحده، طالما 10 يعني جاست 1 هنا بس. ال100 عندي قد ايه؟ عندي 100 يبقى نحط 1 في الهندردز بليس. ال1000 عندي كام 1000؟ عندي جاست 1000 يبقى نحط 1 في ال1000 بليس. طيب نيجي هنا عندي نحط 5. في عندي تنس مفيش، في هندردز مفيش، يبقى نحط 0 اند انذر 0. ليه ال0 ده؟ عشان ما عنديش تنس. ليه ال0 ده؟ عشان ما عنديش هندردز. طب انا عندي 9000 يبقى نحط 9 في ال1000 بليس. طيب نيجي نشوف هنا، ما عنديش يونتس نحط 0. عندي 4 تنس نحط 4 في التنس بليس. الهندردز مفيش وال1000 في ايه؟ في 5. الاكسرسايز ده يا ولاد اكسرسايز جميل جدا، بيعرفك ازاي تحول ما بين الستاندرد 4 والاكسباندد 4. يبقى لما اقول لك ستاندرد 4 دي الفورم اللي احنا كلنا ايه؟ كلنا عارفينها. نيجي مع بعضينا نشوف، بيقول لي رايت ان اكسباندد 4 اند ستاندرد 4. الله، امال هو مدهاني ازاي؟ هو مدهاني از ا سنتنس، مدهاني ايه؟ فيربال، مدهاني ووردز. يبقى انا اكتب ايه؟ بيقول لي 8000 يبقى 8 وجنبيها 3 زيروز، 400 يبقى 4 وجنبيها 2 زيروز، 9 تنس يعني 9 وجنبيها 0 اند 1 يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا هو. يبقى نكتبها ازاي بقى في الاكس في الستاندرد فورم؟ 8491. طيب هنا 2000 يبقى نكتب ايه؟ 2 وجنبيها 3 زيروز، ادي 2000. 100 يبقى بلس 100. 7 تنس اللي هي 70. 5 ones اللي هي 5 في الايه؟ في اليونتس بليس. لما نيجي نكتبها في الستاندرد فورم يبقى 2100 and 75. طيب نيجي هنا 7 ones، هنحط ال ones فين؟ خلينا متعودين ان احنا بنحطه دايما في الايه على الرايت، يبقى ال 7 ones هنا كده. 500s نحط ال hundreds هنا. 3000s نحطها هنا اهو. 2 tens يبقى هنا ايه؟ 20. يبقى هي عباره عن ايه؟ 3000 527. طيب نيجي اللي بعديه، بيقول لي 9000 يبقى 9 وجنبيها 3 زيروز، 700 يبقى 700 اند 2 ones يبقى هنا ايه؟ 2. طب والتنس مفيش، يعني ايه مفيش يا مستر؟ هنسيبها فاضيه؟ لا، نحط مكانها 0 ومكان نحط ايه؟ 2. طيب يلا 1000 يبقى 1000 اهو، اند 48 ones اللي هم كده. طب نحط ايه هنا؟ نحط 0. يبقى نكتب 1000 and 48. طيب نيجي نشوف التشالنج. التشالنج يعني عايزين نشغل دماغنا. يقول لي what does 2300 and 19 ones equal؟ 2300 يعني 23 وجنبيها 2 zeros. كلمة and يا أولاد يعني نعمل بلس، يعني هنحط حاجة على حاجة. and 19 ones and 19 equal، هنعمل sum. كنا بنعمل sum ازاي؟ عن طريق اليونتس. حط اليونت دي على اليونت دي، 0 بلس 9 يديني 9. طب نيجي بعد كده نحط التنس على بعض، 0 بلس 1 يديني 1، وبعد كده ال 3 تنزل وال 2 ايه؟ وال 2 تنزل. يلا مع بعضينا نشوف another exercise. بيقول لي write the missing numbers.
يعني عايزين نكتب النمبر اللي ناقص. طيب الفورم دي اسمها ايه؟ اسمها الستاندرد فورم اللي احنا كلنا عارفينها. طيب دي اسمها ايه؟ الاكسباندد فورم. بنيجي لكل ديجيت ونكتب الفاليو بتاعته. ال 3 الفاليو بتاعتها 3، ال 5 عباره عن 50 لان هي في البليس ده قاعده في التنس بليس. طالما قاعده في التنس بليس يبقى الفاليو بتاعتها بالتنس. ال 7 دي قاعده فين؟ قاعده في الهندردز، يبقى نحط جنبيها كام زيرو؟ نحط جنبيها 2 زيروز. طيب ال 2 ديت قاعده في اني بليس؟ دي موجوده في البليس اللي اسمه ثاوزندز، يبقى الفاليو بتاعتها او القيمه بتاعتها نقولها بالثاوزند، يبقى دي 2000. تمام يا اولاد؟ طيب نيجي هنا، دي جايبها لي بالاكسباندد فورم. في عندي فاليو ب 3000، يبقى دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن 3 في الثاوزند بليس. طب وال 3 دي باليونتس، نحطها فين؟ نحطها في اليونتس. طب هنعمل ايه في البليس بتاع التنس والبليس بتاع الهندردز؟ مش هينفع نسيبهم فاضيين، امال نعمل ايه فيهم؟ نحط زيروز. يبقى دي عباره عن 3000 اند 3. طيب يلا اللي بعديها. هنا ال 4 دي الفاليو بتاعتها 4000، ال 9 دي قاعده في الهندردز بليس اهي 900، ال 2 دي قاعده فين؟ موجوده فين ال 2 دي؟ موجوده في التنس بليس اللي هو السكند بليس فروم ذا رايت، يبقى الفاليو بتاعتها از 20. طيب ال 5 دي موجوده في البليس اللي اسمه يونتس، اي حاجه فيه تفضل زي ما هي، يعني ال 5 تبقى 5. طيب نيجي هنا يلا، ال 6 الفاليو بتاعتها 6000. طب ال 100 فيه حاجه؟ لا. اليونتس فيها حاجه؟ لا. امال ال 4 دي الفاليو بتاعتها ايه؟ طب نشوف هي قاعده فين؟ دي قاعده في التنس بليس، يبقى نحط جنبها زيرو، يبقى 40. طيب يلا اللي بعديه. ال 9 9000. طب ال 4 موجوده فين ال 4؟ في البليس اللي اسمه هاندردز، يبقى الفاليو بتاعتها ايه؟ 400. يلا اللي بعديها. هنا 7777. ال7 دي يا ولاد دي انهي واحده فيهم؟ دي 7 لوحدها، يبقى اكيد هي دي اللي في اليونتس. طيب لو ناخد ال7 اللي بعديها تبقى 70، وال7 اللي بعديها 700، واللي بعديها 7000. طيب يلا اللي بعد كده 3781. دي ال 700 اللي هي دي، وده ال 1 كتبناه، فاضل لي 3000 والايه؟ وال 80. يبقى انا عندي هنا بلس ال 80 اند هنا بلس الايه؟ 3000. طيب يلا هنا الفاليو بتاعت ال 4 ايه؟ ال 4 قاعده فين؟ قاعده في البليس اللي اسمه thousands، يبقى الفاليو بتاعتها 4000. ال 5 500. طب هل انا عندي تنس؟ لا ما عنديش. امال عندي مين؟ عندي يونتس. ال 6 دي ب 6 يونتس، يبقى نحط 6 بس. طيب نيجي بعد كده نشوف بيقول لي ايه. بيقول لي write the following in standard form اللي هي الصوره اللي احنا عارفينها، بس نقرا بقى يلا. 5000 اهي 5000، 300 يبقى 300، 78 يبقى 78، سهل قوي. 2000 اهو في البليس اللي اسمه 1000، 500، 31 حط 31 هنا، 9000 ادي 9، 400 ادي 400، 6 يعني 6 يونتس، يعني 400 اند 6 يونتس. طب هل في عندي تنس؟ مفيش، يبقى لازم احط هنا زيرو يا اولاد. احط هنا الايه؟ ال 6. طيب 1000 اهو 54. الله مفيش هندردز؟ لا مفيش هندردز. اسيبها فاضيه؟ لا نحط مكانها زيرو. وبعد كده 54 ادي 54. اللي بعديها 3000 ادي 3000. 2 3000 and 2 and 2، يعني المفروض احط 2 كده بس، اسيب دول فاضيين، ما عنديش هندردز وما عنديش تنس، احط مكانهم زيرو. برافو عليكم. تعالوا مع بعضينا يا اولاد نشوف انظر اكسرسايز. الاكسرسايز ده مهم جدا، الاكسرسايز ده واللي بعده لو ركزنا فيهم ان شاء الله هنفهم الليسون كويس قوي.
بيقول لي هنا ايه circle the correct digit in the number according to its place according to ايه its place يعني شوف اقرا البليس نقرا البليس مكتوب ايه وانسيركل الديجيت اللي اللي كورسبوندنج للبليس ده طيب مع بعضينا الوانز فين البليس اللي اسمه وانز البليس اهو طب فين الديجيت اللي عليه اللي هو ال1 يبقى هنسيركل على الايه على ال1 نيجي هنا الهندردز فين البليس اللي اسمه هندردز هو ده البليس ده طب مين هو الديجيت اللي فيه الديجيت 2 يبقى هنسيركل الديجيت 2 التنس فين البليس اللي اسمه تنس اهو الديجيت مين اللي موجود فيه الزيرو هو الزيرو ديجيت يا مستر اه الزيرو ديجيت يبقى هنسيركل ايه هنسيركل الزيرو طيب الساوزنز فين البليس اللي هنا اللي اسمه ساوزند البليس اهو طب فين الديجيت اللي فيه ال1 يبقى هنسيركل ال1 يلا الساوزنز هنا فين تمام البليس اللي اسمه تنس اهو البليس اللي اسمه هندردز موجود في زيرو البليس اللي اسمه وانز اهو موجود في ايه موجود في 3 طبعا حاجات سهله بنتعرف فيها على الاسماء بتاعه البليسز طيب نيجي نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي ايه بقى سيركل ذا فاليو ذا ايه ذا فاليو يعني عايز القيمه اوف ذا ريد ديجيت لو قال لك فاليو يبقى احنا هنكتب نمبر لو قال لي بليس يبقى انا هكتب ووردز طيب الديجيت ده اللي هو معمول بالريد ده موجود فين؟ موجود في الثاوزندز يبقى الفاليو بتاعته كام؟ 3000 فهمتوا يا اولاد؟ طيب نيجي هنا الديجيت ده 4 موجود في انهي بليس؟ موجود في البليس بتاع الايه؟ بتاع الثاوزندز يبقى الفاليو بتاعته ايه؟ 4000 ممكن نعمل حاجه كمان اقول لك لو انت عايز تجيب الفاليو كل الديجيتس اللي على الرايت حط فيها زيروز يعني حط 000 انت عايز الفور في البليس ده الفاليو بتاعتها كام نحط 000 طيب ال9 ده موجود في الوانز يبقى الفاليو بتاعته از ايه از 9 طب هنا ال6 موجوده فين في التنس انا عايز الفاليو يبقى نحط على كل الرايتس 0 عندي كام ديجيت في الرايت عندي 1 يبقى نستبدل ال3 بايه ب0 تبقى كام تبقى 60 او حاجه ثانيه هو موجود في انهي بليس التنس يبقى الفاليو بتاعته 60 طيب بص بقى يا اولاد الزيرو لو موجود في اي مكان الفاليو بتاعته الزيرو تمام يبقى الزيرو الفاليو بتاعته ايه زيرو في اي مكان طيب نشوف ال1 ده ال1 ده موجود في انهي بليس موجود في البليس اللي اسمه هندردز يبقى الفاليو بتاعته 100 تمام نيجي الاكسرسايز اللي بعد كده الاكسرسايز ده جميل جدا ده انا بعتبره اهم اكسرسايز الاكسرسايز ده بيقول لي ايه رايت ذا بليس فاليو اكتب البليس فاليو اكتب الايه البليس طالما شفت كلمه بليس يبقى هتكتب بالوردز هتكتب وانز او تنز او هاندردز او ايه او ثاوزندز اند ذا فاليو لو شفت كلمه فاليو لوحدها يبقى هنكتب نمبرز اوف ذا كولورد ديجيت نيجي نشوف هنا السري ديت موجودة في انهي بليس؟ البليس اللي اسمه ايه؟ البليس اللي اسمه ثاوزندز، يبقى هنا نكتب ايه؟ ثاوزند. طيب الفاليو بتاعتها كام؟ هي قاعدة فين؟ قاعدة في الثاوزندز، يبقى الفاليو بتاعتها 3000. طيب هنا التو ديت موجودة في انهي بليس؟ البليس اللي اسمه ايه؟ البليس اللي اسمه تنس. طيب الفاليو بتاعتها هي قاعده في التنس يبقى الفاليو 20 طيب نيجي اللي بعد كده التو ديت البليس اللي قاعده فيه اسمه ايه ده اول بليس على الرايت اللي هو ايه اللي هو الوانز طب وطالما وانز يبقى الفاليو بتاعتها ايه جاست 2 بس طيب نيجي هنا السري ديت موجوده فين موجوده في اول بليس على الرايت اللي هو احنا متعودين ان اسمه ايه البليس ده اسمه ايه اسمه وانز طيب طالما اسمه وانز يبقى اي ديجيت يتحط فيه ياخد انهي فاليو الفاليو العاديه البسيطه بتاعت الوانز يعني ال3 تبقى 3 زي ما هي طيب يلا نشوف هنا ال6 دي يا اولاد موجوده في البليس اللي اسمه ايه
موجودة في البليس اللي اسمه hundreds. يبقى نكتب هنا hundred. hundreds. طيب الفاليو بقى بتاعتها هي قاعدة في الhundreds، يبقى الفاليو 600 على طول. طيب الزيرو، الزيرو البليس اللي قاعد فيه، البليس ده اللي قاعد فيه ده اسمه ايه؟ اسمه الhundreds. طيب الزيرو في اي بليس، اي بليس تلاقي فيه زيرو الفاليو بتاعته تفضل زي ما هي زيرو. طيب نيجي هنا شايفين ايه؟ شايفين زيرو، يبقى الفاليو بتاعته ايه؟ زيرو. طيب هو قاعد في البليس اللي اسمه ايه؟ تنس. نيجي هنا الفايف دي قاعده في البليس اللي اسمه ايه؟ هاندردز. وطالما قاعده في الهاندردز يبقى الفاليو بتاعتها كام؟ 500. الفايف دي قاعدة في البليس اللي اسمه ايه؟ 1000. طيب الفاليو بتاعتها قاعدة في 1000 يبقى 5000 على طول. هنا الايت دي قاعدة في البليس اللي اسمه ايه؟ تنس، يبقى الفاليو بتاعتها 80. تعالوا مع بعضين يا اولاد نشوف الليرنينج بوينت، يعني جزئيه هنتعلم فيها حاجه جديده. هنتعلم ايه في الجزئيه دي؟ هنتعلم الجريتست اند الليست فور ديجيت نمبر. يعني ايه؟ ايه هو اكبر نمبر متكون من فور ديجيتس، وايه هو اقل نمبر متكون من فور ايه؟ من فور ديجيتس. طب اول حاجه نعمل ايه؟ اول حاجه كده نكتب الديجيتس بتاعتنا، نرسمها. هما 4 ديجيتس يبقى احنا عملنا 4 بليسز، ادي 1 2 3 4 اللي هما مين؟ اللي هما الونز والتنز والهندردز والايه والثاوزندز. طيب لو انا عندي الفور ديجيتس دول وعندي النمبرز اللي فيها دي، لو عايزين نرتبهم بطريقه بحيث ان هما يعملوا لي نمبر كبير نعمل ايه؟ هنفكر ازاي يا اولاد؟ نفكر الاتي، نجيب اكبر ديجيت. مين اكبر ديجيت عندي؟ اكبر ديجيت اللي ايه؟ الناين. طيب انا عايز نمبر كبير، يبقى نعمل ايه؟ نجيب اكبر ديجيت نحطه في اكبر بليس. مين اكبر بليس عندنا هنا؟ مين البليس الكبير؟ البليس الكبير اللي هو الثاوزندز. يبقى ناخد الناين نحطها فين؟ نحطها في الثاوزندز. طب جميل، يبقى انا كده اتاكدت ان هتعمل رقم كبير قوي. هيتبقى مين معايا بعد كده؟ هيتبقى معايا الفايف، يتبقى معايا الفور، يتبقى معايا الون. احنا خلاص خدنا الناين. طيب اعمل ايه في الفايف والفور والون؟ انا عايز النمبر يبقى كبير، يبقى ناخد الديجيت الكبير ونحطه في البليس الكبير اللي بعديه. احنا لما حطينا الناين في الثاوزند، البليس اللي بعديه اسمه ايه؟ الهندردز. نحط فيه مين؟ نحط فيه النمبر الكبير اللي باقي اللي هو الايه؟ الفايف. يبقى احنا كده خدنا الفايف حطيناها في الهندردز. نعمل ايه بعد كده؟ اخد الفور احطها في التنس، والون اصغر حاجه نحطها في الايه؟ في اليونتس. يبقى لما نيجي نبص على الديجيتس دي تعمل لي 9541، وده الجريتست نمبر اللي احنا ممكن نكونه منين؟ من المجموعه دي. طيب لو انا عايز ال 9 والايه وال 4 وال 5 وال 1، عايز اعمل منهم نمبر صغير قوي، اعمل ايه؟ احنا عرفنا ان لما الديجيت الكبير بحطه في البليس الكبير بيعمل لي نمبر كبير. طب انا عايز نمبر صغير، اعمل ايه؟ ناخد الديجيت الصغير نعمل فيه ايه؟ نحطه في البليس الكبير. ليه؟ عشان ما ياخدش فاليو كبيره. يبقى انا البليس الكبير احط فيه اقل ايه؟ اقل ديجيت. طب والديجيت الكبير قوي اللي هو الناين، احط الناين فين؟ اروح الناين احط في بليس كبير عشان يديني حاجه كبيره قوي؟ لا، ناخد الناين نحطه في البليس الصغير اللي هو الونز عشان ما يقدرش يديني فاليو كبيره. الناين ده حاجه كبيره قوي، لو دخل عندي في الهندردز هيديني 900، لو دخل في الثاوزند يديني 9000، لكن ال1 لو اتحط في ال1000 يديني بس جاست 1 ايه؟ 1000.
طب هنعمل ايه لما نحب نكون نمبرز صغيره؟ اجيب الديجيتس الصغيره نحطها فين؟ في البليسز الكبيره. يبقى ال1 نحطه في ال1000. لما يخلق لما نشيل 1 يبقى مين؟ 4 و5 و9. ناخد اللي بعد ال1 اللي هي ال4 اللي اكبر منها شويه نحطها في الايه؟ في البليس اللي بعده. وبعد كده ناخد ال5 في البليس اللي بعده وال9 نحطها في ايه؟ في السمولست ايه؟ في السمولست بليس. يبقى انا عندي النمبر اسمه ايه؟ الليست نمبر از 1459. يلا نعمل براكتس كده جميل على الجزئيه دي ونشوف هنحلها ازاي. يقول لي رايت الجريتست اند الليست فور ديجيت نمبر فروم ذا جيفن ديجيتس. الفيرست وان از دان، يعني هو عامل لك ايه؟ عامل لك دي. نبص هنا بقى، عندي 4 3 9 وايه و8. عايزين نعمل جريتست. الجريتست بنعمله ازاي؟ بناخد الديجيت الكبير نحطه في البليس الكبير اللي هو الثاوزندز. يبقى احط هنا الايه؟ حط اول حاجه احطها ال9. طيب ال9 خدناها خلاص، اخد مين بعديها؟ النمبر الديجيت الكبير اللي بعديها. عندي ال8 وال3 وال4، ناخد مين؟ ناخد ال8. طب خلاص نعمل عليها علامه كده، يتبقى معايا ال4 وال3. مين البليس اللي بعد كده اللي هشتغل عليه؟ التنس. مين الاكبر، الفور ولا السري؟ الفور از جريتر ذان السري، يبقى ناخد الفور. ويبقى عندي السري ناخدها اخر حاجه. طب والليست اعمله ازاي؟ ممكن نكتب دي بالعكس. طب لو عايز افكر فيها، ناخد اصغر ديجيت نحطه في اكبر بليس. خلاص كده خدنا السري. مين ناخده بعديها؟ ناخد الفور. وبعد كده ناخد ال8 وال9 اللي هو اكبر ديجيت احطه فين؟ احطه في اقل بليس. يلا اللي بعديها هنا، عايزين الجريتست. خلاص عرفنا الديجيت الكبير في البليس الكبير، يبقى ال7 الاول اخدها، يبقى عندي 3 و0 و2، ناخد ال3 بعد كده وال2، واصغر حاجه عندي الايه؟ ال0. يلا نعمل الليست. الليست احنا متفقين نعمل ايه؟ ناخد اصغر حاجه نحطها في اكبر بليس. بس ناخد بالنا، يعني احنا كده ناخد الزيرو نحطه هنا، نحط الزيرو في الاول هنا. لو حطينا الزيرو في الاول وبعديه ال2 وبعديه ال3 وبعديه ال7، خدوا بالكم يا اولاد، ده كده ما بقاش فور ديجيت نمبر، لان الزيرو على الليفت ملوش فاليو. يبقى ممنوع، ما ينفعش ابدا احط الزيرو في الايه؟ في الهايست بليس، ممنوع ابدا. امال نعمل ايه؟ ناجله شويه. يعني ايه ناجله شويه؟ يعني الاول ده نخليه السكند بليس، في السكند بليس فروم ذا ليفت. طب مين اللي بعده؟ مين السمولست اللي بعده؟ التو. يبقى ناخد التو هي الاول، ما احطش بقى الزيرو الاول، لا ناخد التو، وبعد التو احط الزيرو، وبعد كده نحط الثري، وبعد كده ناخد الايه؟ السفن. يبقى لما نلاقي عندي زيرو يا اولاد ما ينفعش ناخده في الاول على الليفت، ما ينفعش ابدا. لو انا اهو انا قلنا زيرو و2، لا احط ال2 مكان الايه؟ مكان الزيرو. طيب نيجي اللي بعد كده، عندي هنا مين الجريتست ديجيت؟ ال5، يبقى عندي هنا نحط 5. مين اللي بعديها؟ 2 3 و4، ناخد ال4. اللي بعديها ناخد 3 وبعد كده ناخد 2. طب الليست نعكس دول، يبقى 2 3 4 اند ايه؟ اند 5. طب يلا هنا عايزين الجريتست، ناخد اكبر ديجيت نحطه في اكبر بليس. خلاص خدنا ال8، بعد كده عندي 5 1 و6. مين الديجيت الكبير اللي بعد كده؟ ال6، نحطه فين؟ في البليس الكبير اللي بعد الثاوزندز اللي هو الهندردز. خلاص خدناها، يبقى عندي 5 و1، نحط ال5 في التنس وال1 فين؟ في الوانز. لو جيت شفت اي ترتيبه ثانيه غير كده هيطلع اصغر من ده. طب الليست ناخد اقل ديجيت نحطه في الجريتست بليس، يعني ناخد ال1 نحطه في الثاوزند. طب بعد ما اخده عندي 5 و6 و8، ناخد ال5 6 و8، او نكتب ده ايه؟ بالعكس. طب يلا هنا مين اكبر ديجيت؟ ال7، نحطه في ايه؟ في اكبر بليس. مين اللي بعده؟ ال5. الاثنين دول زي بعض يتحطوا ورا بعض عادي خالص. طب الليست نكتب ده بالعكس، يبقى 4 4 5 اند ايه؟ اند 7. يلا ناخد هنا الجريتست، ناخد اكبر ديجيت نحطه في اكبر بليس.
مين الديجيت اللي بعديه الكبير؟ الفور يجي بعده، وبعد كده الثري يجي بعده، والزيرو ايه؟ اقل حاجه. طيب لما نيجي نعكس بقى، ينفع احط الزيرو الاول؟ لا ما ينفعش. امال اعمل ايه؟ اخلي ده مكان ده، يعني ناخد الثري الاول ونحط بعديها الايه؟ الزيرو، وبعد كده الفور والايه؟ والناين. اكسرسايز سهل وجميل. لازم ازاي تعرف تكون الجريتست نمبر والسمولست نمبر. طالما بعدين يا اولاد نشوف انذر ليرنينج بوينت، يعني الجزئيه دي هنتعلم فيها حاجه جديده. طب هنتعلم ايه هنا؟ هنتعلم ازاي نعمل كومبيرنج بتوين فور ديجيت نمبرز. يعني ايه كلمه كومبير؟ كلمه كومبير يعني نعرف مين فيهم الجريتر ومين فيهم الايه؟ السمولر. طيب نيجي نشوف مثلا دلوقتي ازاي نعمل كومبير بتوين 2349 and 2617، مين فيهم الاكبر؟ طالما الديجيتس قد بعض نشوف البليسز الكبيره، مين الجريتست بليس؟ الجريتست بليس ال 1000 هنا وايه؟ هنا وهنا. نروح نشوف الجريتست بليس ده اللي هو ال 1000 مين موجود فيه؟ هنا البليس موجود فيه كام؟ موجود فيه 2، وهنا البليس ده موجود فيه كام؟ موجود فيه 2. يبقى هما الاثنين دول قد بعض في البليس ده. طيب نعمل ايه بعد كده؟ نروح نشوف البليس اللي جنبه اللي بعديه على طول من البليسز الكبيره بالترتيب كده. بعد ال 1000 في مين؟ في ال 100s. ابص على ال 100s هنا وابص على ال 100s هنا. ال 100s هنا في كام؟ في 3. ال 100s هنا في كام؟ في 6. يبقى هنا اكبر، لان ده هيديني 600 وده هيديني 300. يبقى على طول هنقول ان ده جريتر ذان ايه؟ ذان ده، من غير ما نكمل، لان طالما في عندي بليس كبير اكبر من بليس تاني قدامه خلاص يبقى المساله كده ايه؟ خلصت معايا. طيب نعبر عن الكلام ده ازاي؟ نعبر عنها بتو سيمبلز، يا اما السيمبل ده يا اما السيمبل ايه؟ يا اما السيمبل ده. طب ايه حكايه بقى السيمبل ده والسيمبل ده؟ طب نحط النمبر ازاي؟ دايما بنحط النمبر الكبير قدام الايه؟ قدام البق ده، يعني تخلي البق المفتوح قدام النمبر الكبير. يعني نشوف هنا كده، مره هحط الكبير هنا ومره هحط الكبير هنا. لو هي بالمنظر ده، ايه السيمبل اللي احطه؟ احط السيمبل ده، احط البق كده قدام الكبير. طب لو جبت الكبير هنا احط ده ايه؟ ده قدامه. الله، امال هي تفرق في ايه؟ تفرق. خدوا بالكم بقى، تفرق في ايه؟ تفرق وانا بنطقها. احنا الانجليش لما بنيجي ننطقه بننطقه منين؟ فروم ليفت تو ايه؟ تو رايت. يبقى لما اجي اقول كده 2349 is smaller than 2617، يبقى هتفرق بس في القرايه. انا هنا بنمشي من الليفت ونقرا، قابلت ده الاول يبقى ده is smaller than ده. طيب لو انا هنطق بقى دي هنقول ايه؟ 2617 is greater than ايه؟ greater than ده. يبقى في جميع الاحوال لازم احط البق المفتوح قدام ايه؟ قدام الجريتر. طب هتفرق معايا في ايه؟ هتفرق معايا في النطق. يعني دلوقتي ده كده، طالما انا هقرا يبقى همشي ايه؟ همشي من الليفت كده. لازم هلاقي السمولر هنا، يبقى دي بنسميها سمولر زين. طب ودي بنسميها جريتر زين. اوكي؟ طيب نيجي ناخد براكتس. بيقول لي كومبير رايت دي اور دي، دي نقراها ايه؟ جريتر زين، لان الجريتر هيبقى هنا، يبقى دي اسمها جريتر زين اور سمولر زين اور ايكوال. يلا مع بعضنا ناخد اول واحده. بنعمل كومبير ازاي؟ اروح اشوف الجريتست بليس، هنا في 3 وهنا في ايه؟ وهنا في 3، الاثنين قد بعض بالظبط. خلاص يبقى نسيب البليس ده ونخش على البليس اللي بعده. هنا في 2 وهنا في كام؟ وهنا في 5. مين الجريتر؟ ال 2 ولا ال 5؟ طبعا ال 5 هي اللي جريتر، يبقى على طول نقول هو ده الايه؟ هو ده الجريتر. طب لما نيجي نقراها نقول ايه؟ هنمشي نقرا كده، يبقى هقول 3291 is smaller than 3591. طيب نيجي هنا، عندي هنا 4 ديجيتس، عندي هنا 4 ديجيتس. نيجي على الديجيت اللي هو اللي على الليفت اللي هو اكبر بليس، اكبر بليس فيه هنا كام؟ قاعد فيه 5، وهنا قاعد فيه كام؟ قاعد فيه 4، يبقى على طول ده جريتر، ده جريتر زن ده. نقول لما نيجي نقراها نقول ايه؟ 5148
is greater than 4185. طب يلا هنا دول 4 ديجيتس ودول 4 ديجيتس، طالما قد بعض نروح نشوف البليس الكبير مين قاعد فيه. هنا البليس الكبير اللي هو 1000 موجود فيه 2، ونفس البليس موجود فيه 4، يبقى اكيد ده الايه؟ ده الجريتر. طب نيجي هنا 4 ديجيتس 4 ديجيتس، طيب طالما الديجيتس قد الديجيتس اروح اشوف البليس الكبير مين اكبر بليس اللي هو 1000، هنا وهنا موجود فيه هنا كام؟ موجود 6، وهنا موجود كام؟ موجود 6. ده مش هينفع، لازم نبص على اللي بعده. البليس اللي بعده فيه كام؟ هنا 4 وهنا كام؟ 5، يبقى ده اكبر على طول، هو ده الكبير. طب نيجي هنا نبص هنا بقى على طول، هنا 711 وهنا 7110. اوعى تقول لي هنا ال 7 وهنا ال 7 زي ال 7، اقول لك لا، خد بالك البليس ده 1000 والبليس ده 100. يعني ايه يا مستر؟ يعني هنا اصلا ما نقارنش، طالما لقيت 4 ديجيتس يبقى على طول ده جريتر على طول، لان ال 4 ديجيتس اكبر من ال 3 ديجيتس على طول. طب نيجي هنا، هنا 4 ديجيتس وهنا 3 ديجيتس، يبقى ايه؟ يبقى ده جريتر على طول، ال 4 ديجيتس جريتر زان ال 3 ديجيتس من غير ما اقارن. طيب يلا هنا ال 5 قدامها ال 5، 7 قدامها ال 7، البليس ده فيه 0 وهنا 0، يبقى كل ال 3 ديجيتس دول زي دول بالظبط. يبقى نشوف اللي بعده، هنا في 9 هنا في ايه؟ هنا في 4، يبقى ده الجريتر. يلا نشوف اللي بعد كده، هنا 4 ديجيتس هنا 4 ديجيتس، نعمل ايه؟ نشوف البليس الكبير موجود فيه ايه؟ موجود هنا 4 وموجود 4، يبقى مش هينفع نعمل الكومبارزون دلوقتي، نخش على اللي بعده، هنا 5 وهنا 5 زي بعض برضه، يبقى نخش على البليس اللي بعده اللي هو اسمه التنس، هنا في 1 هنا في 3، يبقى ده على طول الجريتر. طيب نيجي هنا، هنا موجودة بالستاندرد 4 وهنا بالاكسباندد 4. طيب ال 8 هنا في البليس ده هل في هنا زيها؟ اه في 8000. طيب ال 600 في زيها؟ اه في 600 اهو. طب ال 5 دي هنا في البليس ده 50، اه ال 50 اهي، وال 1 هو ال 1، يبقى ده قد ايه؟ قد ده كله، يبقى هنا ايكوال. نيجي اللي بعده 9205، هنا 9000 اللي هي زي دي، 200 اللي هي 200 اهي، طيب 50 250، يعني كده 9250. ال 9 زي ال 9 وال 2 زي ال 2، البليس بتاع ال 10 في 0 وهنا في ايه؟ هنا في 5، يبقى ده الكبير. يبقى نحط ايه؟ العلامه بتاعت الكبير اللي هي البق المفتوح قدام الايه؟ قدام الكبير هنا. طيب هنا، هنا بيقول لي ايه؟ 5100 and 6 10s و 7 1s. نيجي نقارن، يلا ال 5 زي ال 5، ال 1 زي ال 1، ال 6 زي ال 6. لحد دلوقتي انا ما عرفتش مين الكبير. نيجي نبص هنا نلاقي ال 8، ونبص هنا نلاقي الايه؟ نلاقي ال 7، يبقى مين الكبير؟ ده الكبير على طول، يبقى ده is greater than ده. طيب نيجي بعد كده للتشالنج، يعني عايزين نفكر شويه. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي سيركل ذا جريتست نمبر اوف ذا فولوينج، مين هو الجريتست؟ اللي هو اكبر واحد فيهم. يبقى هنعمل كومبير بتوين الثري نمبرز، هنا عندي في ايه؟ 4 ديجيت 4 ديجيت 4 ديجيتس، يبقى نروح لاكبر بليس نشوف ايه اللي موجود فيه. اكبر بليس اللي هو 1000، هنا 1000 ادي اكبر بليس اهو، موجود هنا كام؟ 666. يبقى مش هينفع دلوقتي نعرف مين هو، يبقى نخش على البليس اللي بعده. البليس اللي بعده هنا في كام؟ هنا في 5، هنا في 9، هنا في 5. طبعا ال 9 اكبر من ال 5 واكبر من ال 5، يبقى هو ده على طول الجريتست. طالما ماضينا يا اولاد نشوف انذر ليرنينج بوينت، يعني هنتعلم جزئيه جديده في الحته دي. هنا هنتعلم ايه؟ ازاي نعمل اوردرنج للفور ديجيت نمبرز اسندنجلي، يعني ازاي نرتب الفور ديجيت نمبرز اسندنجلي، يعني نحط النمبر الصغير ايه الاول نبدا بيه، وبعد كده نكمل لحد ما نوصل للجريتست، يعني اسندنجلي يعني فروم السمولست للجريتست. اوكي طيب نعملها ازاي؟ نبص مع بعضينا نلاقي دول كلهم ايه؟ فور ديجيتس، طالما متساويين في الديجيتس يبقى نروح نشوف اكبر بليس مين اقل ديجيت موجود فيه،
نلاقي هنا البليس ده موجود في 1 وهنا موجود في ايه؟ في 1. هنا في 3 و2 و3، لا كل دول الاثنين دول يعتبروا سمولر زان المجموعه اللي باقيه. يبقى نعمل ايه؟ يبقى ناخد الاثنين دول نشوفهم مين فيهم السمولر. اولا هم متساويين فين؟ في اول بليس. طب السكند بليس هنا في 7 وهنا في ايه؟ 5. يبقى ده الايه؟ ده الاصغر. يبقى ده اصغر واحد. يبقى نعمل ايه؟ نكتبه فين؟ نكتبه في الاول، وبعد كده نعمل مين؟ نكتب ده بقى لان ده اللي بعديه على طول. يبقى انا خلاص خدنا ده وخدنا ده، ابص على مين؟ على ده وده وده. مين اصغر واحد فيهم؟ مين اللي سمولست فيهم؟ هنا عندي البليس ده فيه 2، هنا فيه 3، هنا فيه 3. يبقى ده على طول اخده واقوم ايه؟ واقوم كاتبه. يتبقى مين؟ يتبقى ده، ويتبقى مين؟ ويتبقى ده. نقارن ما بينهم ازاي؟ هنا في 3، هنا في 3، هنا 9، هنا 9، هنا 9، هنا 6. يبقى ده جريتر ذان ده. انا برتبهم من الصغير للكبير، يبقى ناخد ده الاصغر، ناخده الايه؟ ناخده الاول، ويبقى ده اكبر ايه؟ اكبر واحد. يلا مع بعضنا نعمل براكتس صغير كده على الحته دي. بيقول لي write the numbers in order from least to greatest. الليست للجريتست يعني من الصغير للكبير. طيب واحنا بنبص على المجموعه دي بعينينا ملاحظين ايه؟ ملاحظين ان ده 3 ديجيتس، يبقى على طول هو اصغر واحد. يبقى الاوردر يتحط في الاول كده. طيب بعد كده نشوف مين؟ ده 4 ديجيتس، 4 ديجيتس، 4 ديجيتس. يبقى نروح لاكبر بليس. موجود فيه كام؟ موجود فيه 6، موجود فيه 6، موجود فيه ايه؟ فيه 7. يبقى ده اكبر واحد. يبقى يتحط فين؟ في الاخر. ونقارن ما بين الاثنين دول، مين فيهم الصغير؟ هنا 9، هنا 9، هنا 8، هنا ايه؟ هنا 7. يبقى ده smaller than ايه؟ than ده. يبقى ده اللي يتكتب بعد ده. يبقى هنا 6 9 7 and 8، وهنا 6 9 8 and 7. زي ما انتم شايفين سهله. طب نيجي نشوف هنا كلهم ايه؟ كلهم 4 ديجيتس. يبقى نعمل ايه؟ نروح على الجريتست بليس نشوف مين اللي موجود فيه. اللي موجود فيه اقل ديجيت يبقى هو السمولست. هنا في 4، هنا في 3، هنا في 9، هنا في 5. مين اقل واحد؟ ال 3. يبقى ده على طول السمولست. خلاص خدناه نشطب عليه. مين اللي بعده؟ هنا عندي 4 9 5. يبقى ناخد ال 4 اللي فيه 4 في الايه؟ في الثاوزندز. يبقى 4782. خلاص خدناه. نبص على الاثنين دول، مين الاقل؟ اللي فيه ال 5 هنا في الثاوزندز، يبقى 336. هنا 9 8 3 and 5. نيجي اللي بعد كده، هل كلهم 4 ديجيتس؟ لا، في واحد 3 ديجيتس. يبقى على طول وانا مغمض يجي اول واحد ونشطب عليه. مين بعد كده؟ عندي ده وده وده وده. مين اقل واحد فيهم؟ نبص على الثاوزندز نلاقي ده في 1، يبقى ده اقل واحد. عشان ايه؟ هنا 4 و6 و2، ده اقل واحد فيهم. يبقى 1000 نكتبه ونشطب عليه. يبقى معايا مين؟ ال 3 نمبرز دول. مين اللي سمولست؟ طبعا هنا عندي 4، هنا عندي 6، هنا عندي 2، يبقى هو ده اصغر واحد. ناخده نحطه هنا. طيب 4000 ولا 6000؟ لا طبعا 4000 اقل، واكبر واحد يبقى 6170. نيجي اللي بعد كده، بص بعينيك هتلاقي ان الايه؟ النمبر ده 3 ديجيتس، يبقى على طول ده اصغر واحد، ده اللي سمولست. طب اللي بعد كده عندي هنا 4 7 4 7، يبقى هما الاثنين دول اصغر واحد. نقارن ما بينهم بقى، 4 و4، 2 و2، 7 و7. لحد هنا مش عارف افرق ما بينهم. نيجي هنا نلاقي 9، وهنا نلاقي ايه؟ ونلاقي 8. طبعا ال 8 اقل من ال 9، يبقى ده يجي الاول. يبقى 4278، هنا 4078. بعد ما اخد ده احط ده على طول. طيب نيجي بعد كده نلاقي مين؟ ده وده. هنا 7000، هنا في 900، هنا في 200. يبقى ده الاقل. يبقى يتكتب فين؟ يتكتب هنا. يبقى 7 2 4 and a and 9، ونكتب اخر واحد ده 7 9 4 and a and 2.
تعالوا نشوف يا اولاد انذر ليرنينج بوينت، ودي اخر سلايد معانا فين في الليسون النهارده، اللي هي بتعرفنا ازاي نعمل اوردرنج لفور ديجيت نمبرز ديسندنجلي. يعني ازاي نرتب الفور ديجيت نمبرز ديسندنجلي، يعني فروم جريتست للايه للسمولست. طب عشان ما ننساهاش، الليتر دي زي كلمه داون، داون يعني لاسفل، يعني من فوق لتحت، يبقى descendingly افتكر على طول كلمة down، تعرف ان هي من ال greatest للايه؟ لل smallest. طب نعمل ايه؟ على طول نقارن ما بين ال digits. انا عندي هنا 4 digits 4 digits 4 digits كلهم 4 digits، يبقى اروح اشوف البليس الكبير مين اللي قاعد فيه؟ هنا قاعد فيه 3، هنا 7، هنا ال 6، هنا ال 3، هنا الايه؟ هنا ال 6. يبقى ده على طول اللي فيه ال 7 اكبر ايه؟ اكبر واحد. طب مين اللي بعد كده؟ اللي فيهم ال 6 ده وده، هما الاثنين دول مع بعضيهم. طب انا ال 6 وال 6 ما قدرتش اقارن، نخش على ال hundreds، هنا في 5 هنا في 9، يبقى ده اللي بعديه على طول لان ده اكبر من ده، يبقى نكتب ده وبعد كده نكتب ايه؟ ده. طب واللي بعد كده نكتب مين؟ هيبقى عندي ده وعندي مين؟ عندي ده 3 زي ال 3، ال 8 زي ال 8، ال 4 زي ال 4، ال 2 greater than ال ايه؟ الزيرو. يبقى نكتب ده بعديه وبعد كده نكتب ده الايه؟ السمولست. يبقى هنعمل ايه هنا واحنا بنرتب descendingly؟ البليس طالما فيه نمبر كبير يبقى هو الجريتست. طيب نيجي نشوف another practice. هنا بيقول لي رايت النمبرز ان اوردر فروم الجريتست تو الايه؟ تو الليست، يعني من الكبير للصغير. نيجي نشوف هنا كلهم 4 ديجيتس، مين فيهم ان البليس اللي اسمه 1000 موجود فيه ديجيت كبير؟ هنا عندي قاعد فيه 5، هنا قاعد فيه 1، هنا موجود فيه 1، هنا موجود فيه كام؟ 3. يبقى واضح جدا ان ده اكبر واحد، يبقى نكتب هنا الاوردر هيبقى 5000 اند 300. كلمه الاوردر يعني الترتيب. طب بعديه يجي مين؟ نعمل عليه كده اكس بقى عشان ايه ما ياخدوش تاني. مين بعديه؟ بعديه ده يبقى 3800 اند ايه؟ اند 5. بعد كده قدامي الاثنين دول نقارن ما بينهم، نعمل بينهم كومبير عشان نشوف مين الكبير. ال1 مع قدامه ال1، هنا الزيرو هنا ال5، يبقى ده is greater than ده، يبقى هنا عندي 1000 and 5 ايه 500، ونكتب ده اخر واحد 1000 and ايه and 50. نيجي اللي بعد كده، احنا عايزين نرتب من الجريتست للسمولست. طب وانا بعيني لمحت 3 ديجيت نمبرز، يبقى ده لازم يكون ايه؟ يكون اقل واحد. طب يبقى نكتبه في الاول؟ لا، اكتبه في الاخر لانه هيطلع اقل واحد ونشطب عليه ان انا حطيته في مكانه المظبوط. نيجي نقارن بقى كلهم 4 ديجيتس، البليس اللي اسمه 1000 هنا في 7، هنا في 6، هنا في 9، يبقى مين اكبر نمبر؟ اكبر نمبر اللي البليس بتاعه الكبير في اكبر ديجيت، يبقى اللي هو ده، يبقى 9541 يتكتب في الاول ونشطب على دي كده. فاضل لي ده وفاضل لي ده، نقارن ما بينهم، نعمل بينهم كومبير. مين الكبير؟ طبعا ال7 في البليس ده اكبر من ال6 في البليس ده، يبقى ده اكبر من ده، يبقى نحط ده الاول 7321 6548. نيجي نشوف اللي بعد كده، نبص بعينينا نلاقي فيه عندي هنا 3 ديجيتس وانا برتب من الكبير من الجريتست للسمولست. طب ده اكيد هيبقى السمولست، يبقى نحطه في الاخر ونشطب عليه. يلا نبص بعينينا هنا ال 1000، مين النمبر اللي فيه اكبر ديجيت؟ اللي هو ده، هنا فيه 5، يبقى ده على طول الكبير، يبقى 5719 نشطب عليها. يبقى ده وده وده، مين اللي بعديهم؟ ده عشان فيه 3، يبقى 3000 اند ايه اند 10. وبعد كده في الاثنين دول، يبقى هنا 2600 اند ايه and 5 عشان ال 2 is greater than ال 1، وبعد كده نكتب ده اخر واحد. نيجي لاخر واحده معانا، نبص بعينينا نلاقي ان في عندي فيهم 3 ديجيتس، وطالما 3 ديجيتس يبقى لازم يبقى اقل واحد فيهم، يبقى نكتبه فين؟ نكتبه في الاخر نشطب عليه. يلا نقارن بقى ما بين البليسز الكبيره اللي هو الثاوزندز، عندي هنا في 5، هنا في 6، هنا في 2، هنا في كام؟ 3. واضح طبعا ان ده الكبير، يبقى هنا 6204، ده اللي بعديه 5441،
فاضل لي ده وده، يبقى ناخد ده بعديه اللي فيه 3009 واخر واحد 2917. وبكده يا حبايبي يبقى خلصنا ليسون 11 اند 12 من الليسونز المهمه جدا جدا. اتعلمنا فيهم ايه الليسونز دول؟ اتعلمنا فيهم ان في عندي حاجه اسمها البليسز. ايه البليسز دي؟ البليسز دي بيتحط فيها الديجيتس، وكل بليس بيديني فاليو. هيجي يسالني يقول لي وات از ذا بليس فاليو، نقول له ايه؟ نقول له الوورد، الاسم بتاع البليس. لكن لو قال لي وات از ذا فاليو، يبقى لازم نكتب الايه؟ نكتب النمبر. وتعلمنا ازاي نعمل كومبير بتوين تو فور ديجيت نمبرز. كنا بنعمل ايه؟ كنا بناخد البليس ونقارنه باللي قدامه. وخدنا برضو جزئيه مهمه جدا اللي هي ايه؟ ازاي نكون الجريتست نمبر من مجموعه ديجيتس، وازاي نكون السمولست. وعرفنا برضو في الدرس ده ان انا عندي حاجه اسمها ستاندرد فورم، وفي عندي حاجه اسمها الاكسباندد فورم. الدرس ده يا اولاد درس مهم. لو انتوا حاسين ان انتوا مش فاهمين قوي، ممكن بكره او بعده تسمعوه مره كمان. عايزين نذاكر اول باول وما نضيعش وقتنا، وبالتوفيق ان شاء الله.